مساء الخير على اجمل مشاهدين مشاهدين ارابوت في كل مكان. حلقه جديده مليانه بالاخبار الفنيه وطبعا الحصريه من كل الوطن العربي. مساء الخير يا فندم. ازيك يا ايه؟ الحمد لله كله كويس كله تمام. اهم واخر الاخبار الفنيه والحصريه فقط في ارابوت، وكمان ممكن تتابعونا وتشاركونا من خلال مواقعنا على السوشيال ميديا على الفيسبوك وتويتر والانستجرام. على طول نبدا حلقتنا معاكم بالعناوين. بدء تصوير الجزء السادس من ليالي الحلميه. محمود بوشهري ينتهي من مسافات وبيستعد لليوم الاسود. كاميرا أرابوت تلتقي النجوم في كواليس حفل أنغام وأصالة. سر اعتزال تامر عبد المنعم. كارول سماحة تضع اللمسات الأخيرة على ألبومها. وهيفاء وهبي ترد على محمد سعد. بدأ الأوسكار دورته الأولى سنة 1929 وما كانش فيه جايزة لأفضل فيلم أجنبي غير ناطق بالإنجليزية، لكن في الفترة من 1947 لسنة 1955 خصصت الأكاديمية جايزة شرفية لأفضل فيلم أجنبي وسمتها Best Foreign Language Film. لكن الجايزة كانت موجودة بشكل غير منتظم وغابت سنة 53 وما كانش فيها ترشيحات للفيلم الأجنبي، لكن أكاديمية كانت بتمنح الجايزة لأفضل فيلم من وجهة نظرها كل سنة. وبدأت رحلة جايزة أحسن فيلم أجنبي مع الأوسكار سنة 1957 في الدورة 29، وفي السنة دي فاز الفيلم الإيطالي لاسترادا بالجايزة وبقت بعدها جايزة سنوية. أما تاريخ الفيلم العربي في القائمة النهائية لأفضل فيلم أجنبي في الأوسكار، فكان في محاولات كتيرة جدا معظمها ما قدرش يوصل للقائمة النهائية، لكن في 9 أفلام بس قدروا يوصلوا ليها. والبداية كانت مع الفيلم الجزائري زاد، واللي بيعتبر أول فيلم عربي يوصل للقائمة النهائية للأوسكار، وده كان سنة 1969. وفاز زاد بجائزة أحسن فيلم أجنبي في الأوسكار، ودي المرة الوحيدة اللي يفوز الفيلم العربي بالجائزة. والفيلم ترشح في نفس الدورة لأربع جوائز تانية، وصنف النقاد فيلم زاد من أهم الأفلام السياسية في تاريخ السينما العربية والجزائرية تحديدا. الفيلم هو إنتاج جزائري فرنسي مشترك للمخرج الفرنسي كوستا جافراس، وبيتناول التوتر السياسي اللي سبق وقوع الانقلاب العسكري في اليونان سنة 67. Parce que pour tomber sur la tête... Je reviendrai demain vous faire signer votre déposition, si vous la maintenez toujours. Bah, bien sûr que je la maintiens, je suis quand même pas fou. Ainsi, vous l'avez, votre premier témoin à charge. Ah, ils n'ont pas perdu de temps, eux. Aujourd'hui, un témoin, demain, vous en aurez 10, après-demain, 15. Ils auront entendu Gago dire ceci, ils auront vu faire cela, n'importe quoi. Des faits vagues, sans aucune valeur juridique, mais ce qu'il faut pour semer le trouble, échauffer les esprits. Ils l'ont envoyé et ils ont ajouté l'histoire du matraquage. Ainsi, le simple témoin devient un martyr. Pas frappé trop fort pour qu'il puisse parler, mais assez pour l'envoyer à l'hôpital. Vous admettez que j'ai été matraqué? Vous voyez bien que je suis pas tombé sur la tête. Sais-tu combien ça peut te coûter, un faux témoignage? Mais c'est pas un faux témoignage! الفيلم العربي الثاني اللي وصل للقائمة النهائية للأوسكار كان الفيلم الصامت لبال اللي ترشح سنة 1983، لكن كتير ما اعتبروهوش فيلم عربي لأنه كان إنتاج جزائري فرنسي إيطالي مشترك. وبيدور الفيلم عمالها بيجيله أنواع وطبقات مختلفة من الزباين اللي بتبين التغيرات السياسية والاجتماعية في الثلاثينات لحد ما بيحتلوا طلاب متطرفين سنة 68 قبل ما يتحول لصالة ديسكو سنة 83. الفيلم من إخراج إيتور سكولا. وسنة 1995 وصل للقائمة النهائية لجائزة أحسن فيلم أجنبي في الأوسكار فيلم The Dust of Life للمخرج رشيد بوشارد. الجنة الآن هو اسم الفيلم الفلسطيني اللي مثل السينما العربية في القائمة النهائية للأوسكار سنة 2005. فيلم الجنة الآن للمخرج هاني أبو أسعد وبيحكي عن قصة آخر 48 ساعة في حياة شابين من فلسطين وهم بيستعدوا في اللحظات الأخيرة للقيام بعملية استشهادية في قلب إسرائيل وتحديدا في مدينة تل أبيب. وحصد الفيلم أكثر من جائزة في مهرجانات دولية، لكنه تعرض لانتقادات سياسية كبيرة جدا، وكمان كان في مشاورات ما بين وزارة الإعلام في إسرائيل واللجنة القائمة على جائزة الأوسكار لمنع عرض الفيلم باعتباره بيمجد العمليات الانتحارية. In a land forsaken by hope. Searching for its place. Mama. Mama, yeah, mama, In two extraordinary days, two lifelong friends will struggle with an impossible choice. Yeah!
وصل الفيلم الجزائري Days of Glory للمخرج رشيد بوشارب للقائمة النهائية للأوسكار لأفضل فيلم أجنبي سنة 2006. وبيحكي الفيلم قصة أربع جنود من الجزائر انضموا للجيش الفرنسي خلال الحرب العالمية الثانية. وبعد ما ضحوا تضحيات كبيرة جدا للجيش الفرنسي ما تمش ذكرهم ولا تقديرهم بشكل كافي. والفيلم العربي اللي وصل للقائمة النهائية للأوسكار سنة 2010 هو الفيلم الثالث للمخرج الجزائري رشيد بوشارب واللي بعنوان Outside the Law. والفيلم دراما جزائرية بتدور أحداثه ما بين 1945 ل 62. وبيركز على ثلاث اخوات جزائريين عايشين في فرنسا بعد ما نجوا من مذبحه الصيف. الفيلم العربي السابع في تاريخ القائمه النهائيه لجائزه افضل فيلم اجنبي في الاوسكار كان سنه 2013 وهو الفيلم الفلسطيني عمر. فيلم عمر هو الفيلم الفلسطيني الثاني اللي بيشارك في الاوسكار وكمان بيوصل للقائمه النهائيه. وكمان هو الفيلم الثاني للمخرج هاني ابو اسعد. وبيدور الفيلم عن قصه حب بين ولد وبنت من فلسطين بتبدا القصه في وقت انشاء الجدار الفاصل. خد نفس. حدد الهدف بتاعك. طخ. في أي شيء ممكن للأمان؟ طول ما في اختلال ولا شيء. احكي لي عمر، انت بتعرف واحدة مظبوط، بس إذا ما بدك تشتغل معنا حياتك راح تصير جحيم للأبد وتنساش حياة حبيبتك. الو جيب لي راس طارق. يا بجيبك من دنيك. امتى طلعت من السجن؟ انا مستعد اعيش معك في اي مكان. في بيناتنا خاين، كل واحد فينا مشتبه فيه. عمل كل شيء عشان تسرق نادية منك. بالضبط هذه البلدية. شكيف بعض؟ جاسوس، الكل أكد لي. كل فهم غلط. حياتي ما فكرت إن الحب ممكن أدي وجع. وصل فيلم موريتاني تيمبوكتو للقائمة النهائية للأوسكار سنة 2015. لكنه ما حصلش على جائزة زي ما كان متوقع. وخصوصا بعد حصوله على أكثر من جائزة في مهرجانات دولية. واختارت اللجنة الفيلم البولندي أيدا للفوز بالجائزة. وبيحكي الفيلم واقع الحياة في شمال مالي بعد ما خضعت المدينة لسيطرة الجماعات المسلحة. الفيلم من إخراج المخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو وتم تصويره في صحراء موريتانيا. الفيلم التاسع والأخير في قائمة الأفلام العربية اللي وصلت للقائمة النهائية لجائزة أحسن فيلم أجنبي في الأوسكار هو فيلم الأردني ذيب. فيلم ذيب خد أكتر من جائزة في مهرجانات عالمية، كان آخرها جائزة أحسن عمل أول في البافتا البريطانية، وهو من إخراج ناجي أبو نوار. وبتدور أحداث الفيلم عن قصة الفتى البدوي ذيب وأخوه حسين اللي بيسيبوا قبيلة وبيروحوا في رحلة مليانة بالمخاطر فمطلع الثورة العربية الكبرى. من يغوص البحر الأحمر فلا يلحق مداه، والبحر يا ذيب ما كل رجل يعصره، والخوي لا من بدالك لا تخيب له رجعه، كون يمه في يمينه بل مراجل واصله، وذيابه لو بدت ما تحقق لك نجاه، كلهم ما ينفعونك والمنايا حاصله. زاد لذيب هي دي رحلة الفيلم العربي اللي قدرت توصل للقائمة النهائية كأحسن فيلم أجنبي في الأوسكار. وتسع أفلام قدروا يوصلوا ومنهم فيلم واحد بس اللي أخذ الجائزة. طبعا كل التمنياتنا بالتوفيق للفيلم الأردني ذيب. حاسس. آخر أخبار النجم محمود عبد العزيز هتكون معنا بعد شوية. أعلن أيمن بهجت قمر مؤلف الجزء السادس من مسلسل ليلى الحلمية بداية تصوير المسلسل واللي بيشارك في بطولته إلهام شاهين وهشام سليم. واعتبر قمر إن اللحظة دي لحظة تاريخية بالنسبة له. المسلسل هيتعرض في شهر رمضان اللي جاي وكان في جدل كبير جدا حصل بعد الإعلان عنه. أكد الفنان الكويتي محمود بوشهري إنه بعد ما انتهى من تصوير مسلسله ميسا فات بيستعد علشان يبدأ تصوير مسلسله الجديد اليوم الأسود مع المخرج محمد الشمري.
وقال محمود انه عارف ان الفتره دي بيكون فيها زحمه كتيره جدا عشان الدراما، لكنه خلاص استقر على تقديم عملين دراما. بعد اعتذار الفنانه ليلى علوي عن عدم المشاركه في مسلسل افراح القبه، اختار المخرج محمد ياسين الفنانه صابرين عشان تشارك في المسلسل، وفعلا تعاقدت صابرين مع الشركه المنتجه للمسلسل وبدات فعلا تصوير مشاهدها. احتفل الممثل التركي كيفانش تاتليتوج الشهير بمهند بحفل زفافه على مصممه الازياء باشاك ديزر، لكنه مازال متكتم على صور الفرح اللي حضره 50 شخص بس، وكمان ما طلعش منه غير صوره واحده. كمان والد ووالده مهند ما قدروش يحضروا الفرح، ووصل كلام عن اعتراض والدته على العروسه. فاز فيلم مصري اخر ايام المدينه بجائزه كاليجاري في الدوره 66 لمهرجان برلين السينمائي الدولي. الفيلم اتعرض للمره الاولى في قسم منتدى السينما، وحضر مشاركته في المهرجان مخرجه تامر السعيد وبطله خالد عبد الله. بيستعد الفنان سامح حسين لفيلم جديد بعنوان عسل ابيض، بيشارك في بطولته بيومي فؤاد واحمد راتب ومرهان حسين، بالاضافه لمجموعه من ابطال مسرح مصر. الفيلم من تاليف محسن رزق ومن اخراج حسام الجوهري، وهيتم تصويره خلال الايام اللي جايه، ولغايه دلوقتي عسل ابيض هو اسم مؤقت للفيلم. تجربه جديده بتاخدها الفنانه كارمن لوبوس في الدراما اللبنانيه مع الممثل عمار شلق من خلال مسلسل كواليس المدينه اللي كتبته غاده عيد وبيخرجه اسامه الحمد اللي بدا التصوير من ايام قليله. المسلسل بيتكلم عن اوجاع الناس الحقيقيه في لبنان من الناحيه الاجتماعيه والسياسيه والاداريه، واللي عاده بيتم تجاهلها في الدراما. طرحت الشركه المنتجه لمسلسل راس الغول اللي بيقوم ببطولته النجم محمود عبد العزيز الافيش الثاني للمسلسل، واللي هيتعرض في شهر رمضان اللي جاي. وظهر محمود عبد العزيز لوحده على الافيش وهو ماسك منظار مكبر، وكمان مرسوم على عدستين دولارات. تفاصيل جديدة عن فيلم ذا فورست وبطلته ناتالي دورمر هتكون معانا بعد شوية. كافئ النجم مارك رافالو اتنين من معجبيه ب $100 بعد ما رجعوا له محفظته وموبايله اللي كانوا ضايعين. وكان النجم المرشح للاوسكار ضاع منه محفظته وموبايله، ووجه نداء لكل الفانز والمعجبين على تويتر يساعدوه يلاقي موبايله. وعرض مارك على تويتر مكافأة وصورة موقعة منه لأي شخص يرجع له الحاجات اللي ضاعت منه. الغريب بقى انه بعد دقايق من التويته دي نشر تويته تانية بيقول فيها ان حاجات رجعت له. وبعدها نشر في تويته ليه صوره ليه مع البنتين اللي لقوا محفظته وموبايله، وقال والد البنتين ان راح لهم البيت عشان ياخد محفظته، وقدم للبنتين $100 كمكافاه ليهم، ووعدهم يبعت لهم صوره بوستر هالك عليها توقيعه الشخصي. من احدث القصه العاطفيه في هوليوود قصه جينا رودريجيز وبن شوارتز اللي اتاكدت بشكل رسمي. والناس شافوهم سوا في مباراه ملاكمه في LA، وكانوا بيتصرفوا زي اي اتنين بيحبوا بعض بشكل علني قدام الناس. مش بس كده، كمان الاتنين عملوا لبعض فولو على تويتر. ومصدر مقرب من جينا قال انها سعيده جدا في حبها الجديد. مش بس كده، ده كمان كل اصحابها بيحبوا بن. الحقيقه الاتنين بيجتهدوا جدا في شغلهم، وجينا فازت السنه اللي فاتت بجائزه الجولدن جلوب وترشحت السنه دي لنفس الجائزه عن دورها في جين ذا فيرجن. وقال برضه مصدر مقرب تاني ان صحيح جينا مشغوله مع حبها الجديد، بس الاكيد ان ده مش هياخدها من شغلها لانه حبها الاول. ومع الحب والشغل بتستعد جينا لاطلاق موفمنت مانديز، واللي بتهدف من وراه لتسليط الضوء على النجوم من اصول لاتينيه، وبتاكد دورهم واهميتهم في صناعه السينما. The Forest هو فيلم رعب بيدور عن بنت بتقرر انها تروح غابه الانتحار في اليابان علشان تدور على اختها التوأم، وهناك طبعا بتضطر تواجه قوة خارقه مرعبه ومخيفه. تعالوا نتعرف اكتر على الفيلم من خلال كلام بطلة الفيلم ناتالي دومر، واللي اشتهرت من خلال مسلسل جيم اوف ثرونز الشهير، واللي قالت ان المسلسل ده هو اللي وصلها للنجوميه. تعالوا نشوف قالت ايه. Game of Thrones has lifted my profile and all of us as a cast so high that without Game of Thrones we probably wouldn't have had a lot of the opportunities of the last handful of years. بعد سنين شاركت فيها ناتالي في اعمال كتيره جدا بادوار ثانويه او مساعده، بتبدا السنه دي مرحله جديده في حياتها مع اول بطوله ليها من خلال فيلم ذا فورست. تعال نشوف تعليقها كان ايه على الموضوع ده. It's refreshing when you are part of incredible ensembles like I am with Game of Thrones and the Hunger Games for the last two years, and then you have the opportunity to play a lead character. And the psychological, I mean, to me, I took The Forest because it's more than a horror movie. It's a psychological horror. It has a suspense thriller element to it that I thought was really interesting. أعتقد أن وجود عنصر التشويق في الفيلم هو اللي خلى دومر تختار تعمل الفيلم ده.
I'm a wimp when it comes to horror movies normally. I like good filmmaking in any genre. So, I mean, I appreciate a well-made horror movie. جزء من التمثيل في أفلام الرعب بيكون فيه توتر عصبي لوقت طويل إما كانش معظم الوقت. لأن الممثل لو ما حسش فعلا بالرعب إزاي الناس هتتفرج على الفيلم وهتخاف كمان. With a lot of coffee and a lot of M&Ms and a lot of support from a very good crew. والحسن حظ ناتالي إن عندها أسرار خاصة بتساعدها تقدر محافظة على طاقتها وحيويتها وقت التصوير. تعالوا نعرف سوا. I'm very busy. I'm about to start shooting In Darkness in London in March, which is a thriller that I co-wrote. So I'm very much looking forward to that. And then later in the year we have Patient Zero coming out as well. فلو كنتم من محبين أفلام الرعب ففيلم فورست بيعرض حاليا في السينمات. بالمناسبة فيلم Patient Zero هو فيلم رعب برضه وبتشارك فيه دورمر مع ستانلي توشي والمفروض إنه ينزل في السينما مع شهر 9 اللي جاي. يا ترى ايه حكايه صوره الافيش اللي نشرها شريف رمزي واتسببت في هجوم جمهوره عليه؟ لو عاوزين تعرفوا خليكم معنا. على حسابها بالانستجرام نشرت النجمه منى زكي صوره من مسلسل السندريلا اللي قامت ببطولته واتعرض من سنين وكانت بتقدم فيه شخصيه النجمه الراحله سعاد حسني. الجمهور اتفاعل جدا مع الصوره والبعض قال انه كان بيحب المسلسل ده جدا. استغلت الفنانة الأردنية ميسة حمدان فرصة مشاركتها في الجزء الثالث من مسلسل شطرنج واتصورت صورة مع فريق العمل ونشرتها كمان على حسابها على الانستجرام. ميسة قالت في تعليقها على الصورة إنه أحلى كرو هو كرو المسلسل وإنها بتحبهم كلهم وإن الجزء الثالث هيتعرض قريب جدا. خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان الفجيرة لقت الفنانة شيري عادل الفرصة إنها تاكل غزل البنات وده ظهر في الصورة اللي نشرتها ليها الإعلامية بوسي شلبي على الإنستجرام لكن كان واضح إن البعض كان معرفش هي مين وسأل في التعليق عنها. النجم العالمي ويل فارل كان حريص على إنه يحضر عرض النجمة العالمية ماريا كاري اللي بدورها اتصورت مع ويل بعد انتهاء العرض ونشرت الصورة على الإنستجرام ووجهت ليه الشكر على إنه جه العرض بتاعها. عبر المطرب الشاب احمد جمال عن حبه للنجمين عمرو دياب ومحمد منير من خلال صوره نشرها على الانستجرام ظهر فيها منير ودياب كان تعليق جمال عليها انها صوره للتاريخ بيظهر فيها الهضبه والكينج وطبعا الجمهور اتفاعل جدا مع النجمين. علاقه قويه جدا بتجمع الفنانه مي عز الدين بوالدتها اللي كانت حريصه انها تقدم لها برواز هديه وفعلا نشرت مي صوره البرواز على الانستجرام واللي كتب فيه الاميره وعلقت مي عليها بتوجيه الشكر لمامتها وقالت لها انها حبت البرواز جدا. النجم اللبناني يوسف الخيال حب يرد على واحده من الفانز بتوعه بطريقه عمليه بعد ما نشر صوره على الانستجرام بتظهر فيها غمازات وشه وعلق عليها بانه واحد قال له انه ما عندوش غير غمازه واحده وكان زعلان لكن يوسف قرر ينشر الصوره دي عشان يثبت له انه عنده 4 غمازات. جدل كبير جدا اتسبب فيه الفنان شريف رمزي بعد ما نشر على الانستجرام صوره بتجمع افيش فيلم واسرار البنات مع فيلم اغلى من حياتي لشاديه وصلاح ذو فكار. خصوصا بعد ما ظهر ان في شبه شويه في الافيشين. لكن الجمهور سال شريف ازاي ده يتحط جنب ده؟ وايه الفايده من ان يتحط الاثنين جنب بعض؟ بعد شوية هيكون معانا لقاء حصري لكاميرا أرابود مع الفنان اللبناني جو رعد خلال أول حفلاته في القاهرة. الفنانة كارول سماحة مشغولة في الوقت الحالي بوضع اللمسات النهائية على ألبومها الغنائي الجديد واللي هتطرحه خلال الأسابيع اللي جاية. كارول اتعاونت في الألبوم مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين ومنهم الشاعر تامر حسين اللي كتب لها أغنية أجمل سنين ولحنها ملحن إسلام زكي. سهرانين والدنيا أحلى بوجودك معايا والليلة كل اللي فات مات ورايا الحب غير مساري وحياتي غيرك جوايا ومعايا احساس حبيبي هيعيش للنهايه حبيبي يا ليلى.
اقترح المطرب كريس ألان صاحب اللقب اللي فاز في الموسم الثامن من برنامج أمريكان آيدل أغنية جديدة بعنوان ويفز. الأغنية هي أول أغنية يطرحها كريس ألان من ألبومه الجديد اللي هيطرحه في يوم 18 مارس اللي جاي. طرح المطرب رامي صبري والمطربة الشابة بلقيس كليب أغنية خلينا على موقع اليوتيوب. الأغنية إهداء لمستشفى 57357 وهي من كلمات الشاعر تامر حسين ومن ألحان رامي صبري ومن توزيع طريق توكل. أكد المطرب محمد أماح أنه بيجهز لحفل غنائي كبير بالتعاون مع المطرب حميد الشاعري واللي هيكون بمناسبة الاحتفال بيوم الأم. أماح وعد جمهوره بأن الحفل هيكون مليان مفاجآت ومنها مفاجأة كبيرة لأطفال مرضى السرطان. تفاعل عدد كبير من الجمهور المصري مع الفنان اللبناني جراد اللي أحيا أول حفلاته في القاهرة في الأيام اللي فاتت. كاميرا عربوت غطت الحفلة وكان لنا لقاء حصري مع المطرب اللبناني وفي البداية كشف لنا عن إحساسه بالغناء لأول مرة في مصر وللجمهور المصري. سعادتي لا توصف لسببين. اولا ان عم غني بام الدنيا مصر، كان حلم هيدا لالي، واليوم انا ربي انعم علي وبشكر ربي وبشكر دعوات والدتي يلي انعمت علي وخلتني غني بهالبلد العظيم مع هالشعب العظيم، وقديه لقيت الحماس وقديه لقيت الناس يعني منسجمه معايا، فكان احساس كتير جميل. جراد بيعتبر من افضل خبراء التجميل ومصففي الشعر في العالم العربي كله، يا ترى ايه اللي خلاه يتجه لعالم الغناء ويعمل كمان اغاني وحفلات غنائيه؟ الفرق بين عالم الغناء وبين عالم الجمال ما فيش فرق، لكن انا ساعدني شهرتي واسمي بعالم الجمال لأقدر اوصل للناس بعالم الفن اكتر، لكن اكيد زادت شهرتي، يعني زادت يمكن 80%، يعني ممكن كان 20% يعرفوني بس الستات، يمكن طبقة معينة اللي يعرفوا ويتابعوا أصالة وأحلام وماجدة الرومي وهيفا وهبي وميريان فارس ويسرى وليلى علوي وكل النجوم الكبار من شلبي زينة، يعني كل الفنانين، لكن فجأة صرت ببيوتهم، صرت بسياراتهم، صرت بالانترنت. بيستعد جو في الوقت الحالي لعمل ألبوم جديد بيجمع فيه بين الأغاني اللبنانية والمصرية. تعالوا نعرف تفاصيل أكثر عن الألبوم. أسماء الصعبي، محمد ديخ، أسماء كبيرة، فأنا عامل ألبوم إن شاء الله أول الصيفية حينزل. اخترت أكثر الألبوم الأغاني المصرية، ما أعرفش يعني أنا عملت لبناني، لكن كل الناس بيقولوا أنه المصري بيرحلك، وطبعا ما في حدا ما بيحب اللهجة المصرية، يعني أنا لما أول ما أوصل على مطار مصر بحس اللواء لساني اتغير وعايزة أتكلم زي الأفلام وزي المسلسلات ويا بي وإيه يا باشا، يعني الحاجات دي حلوة. فمحبتي لمصر ومحبتي للحن وإحساس اللحن المصري يمكن شدني، فمن هيك قسمت حالي ما بين لبنان وما بين مصر،
وان شاء الله بس يخلص الالبوم اللبناني المصري ان شاء الله كمان حامل خليجي. بعد ما دخل عالم الغناء قرر جراد انه يدخل كمان في مجال التمثيل، وبيستعد حاليا لعمل سينمائي جديد. يا ترى ايه الموضوع ده؟ فعلا عندي فيلم، ونحن ان شاء الله بكره عندنا اجتماع مع المنتج. كان هو الفيلم حقول لك هيك باختصار مفيد، الفيلم كتير كتير مهضوم وتقريبا بيشبه عالمي، عالم الموضه والجمال. مصمم بيكون كتير فقير هو واللي بيحبها. بكره عندي اجتماع مع المنتج اللي انا بحترمه كتير وبقدره، وكتير سعيد انه اعطاني فرصه لاقدر اقدم حالي بالسينما المصريه. ترددت انباء خلال الفتره اللي فاتت ان نقابه الموسيقيين قدرت انها تمنع اقامه حفل لمجموعه من عبده الشيطان بعد ما عرفت ان في فرقه بتضم 4 من جنسيات مختلفه وكانت بتخطط لحفله لعبده الشيطان في وسط البلد، لكن النقابه بلغت الداخليه وقدرت انها تمنع اقامه الحفل. واضح ان المشاكل مش عايزه تسيب مسلسل كلمه سر اللي بتقوم ببطولته النجمه التونسيه لطيفه، وده بعد ما خرج كلام ان المسلسل مهدد بالتوقف بسبب مشاكله الكتير واللي كان اخرها انسحاب نجوى فؤاد قبل التصوير وقالت انها اتنصب عليها، وكمان الخلافات اللي بين المخرج وفريق العمل. اتسببت النجمة العالمية بيونسي في أزمة مع رجال الشرطة في عدد كبير من المدن الأمريكية، وده بعد ما خرجت مطالبات من نقابة الشرطة لأفرادها إنهم ما يأمنوش أي حفلة لبيونسي. وسبب في ده زي ما اتقال إن بيونسي قدمت عرض مؤخرا هجمت فيه رجال الشرطة أصحاب البشرة البيضاء وقالت إن هم بيقتلوا رجال سود، وده تسبب في غضب الشرطة منها. بعد إعلان تامر عبد المنعم خبر اعتزاله المفاجئ خرجت أقاويل بتقول إن الخبر ده كان للتغطية على فشل فيلمه المشخصات 2 واللي حقق في أول يوم عرض ليه 20,000 جنيه بس، وهو أقل إيراد يومي لفيلم. واضح ان ردود الفعل على ظهور الفنانه هيفا وهبي مع محمد سعد في برنامجه لسه ما خلصتش، وده بعد ما اتقال ان هيفا كذبت اللي قاله سعد بانها هي اللي طلبت منه يشيلها، واكدت هيفا انها اتفاجئت بالموقف اللي حصل. ودلوقتي هيكون معانا لقاءات حصريه لعرب بوت في اول حفل غنائي بيجمع نجوم الطرب انغام واصاله، خليكم معانا. مجموعة كبيرة من نجوم الفن والغناء كانت حريصة انها تكون موجودة في الحفل الغنائي اللي جمع الفنانة انغام والفنانة اصالة لاول مرة في مشوارهم الفني. كما عرب بود نقلت لكم اجواء الحفلة وجابت لكم كمان لقاءات حصرية مع الفنانين اللي حضروا الحفل الغنائي. في بداية تعالوا نشوف لقاء الفنانة والاعلامية منى عبد الغني. حدث جميل، صوتين من أعظم الأصوات، صوت مصري جميل زي أنغام، ودي بنتي بقى كمان، لأن هي طبعا أنا كنت زميلة عماد عبد الحليم في المعهد الموسيقى العربية وكانت تيجي وصغيرة تدور على عمه عماد، فأنا فرحانة بيها قوي وإنها بقت نجمة كبيرة وسوبر ستار، وسوبر ستار أصالة، يعني ده حاجة لقاء سحاب زي ما بيقولوا، يعني مش هيتكرر كتير. أما الفنانة كندا علوش فاعتبرت أن لقاء أنغام وأصالة هو لقاء السحاب بين أكبر فنانات الوطن العربي. تعالوا نعرف هتقول لنا إيه، وهنعرف كمان عايزة تحضر حفلات مين من المطربات. لقاء السحاب، وبقول ده فرصة رائعة بالنسبة لي ما أقدرش أفوتها، سعيدة جدا متحمسة جدا، أنا بعشق كل واحدة فيهم على حدة، فلما يكونوا الاثنين في حفلة واحدة فدي فرصة فعلا لا تفوت. كل واحدة فيهم ليها طعم ونجمة كبيرة، وجودهم في حفل واحد وذكاء جدا من المنظمين إن هم يفكروا يجمعوهم. لا معرفش، بس مثلا أنا يمكن أنغام وأصالة من أكتر اثنين بحبهم، بحب برضو شيرين، لو كانت شيرين النهاردة برضو موجودة كانت تبقى يعني ليلة من ليالي ألف ليلة وليلة، بس برضو أنا سعيدة جدا ومتحمسة جدا، إن شاء الله تبقى حفلة حلوة قوي. المطرب والفنان رامي صبري كان حريص هو كمان على الحضور، يا ترى ليه؟
وايه هي الرساله اللي قالها الاصاله وانغام؟ انا مبسوط فكره ان اصاله وانغام بيغنوا مع بعض في حفله واحده. الروح دي عجباني واتمنى كل الناس تعملها وتقلدها ونبقى نفس الـ يعني الـ 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 الروح دي والاخلاق دي. انا عملت دوتو مع اصاله وان شاء الله او عملت دوتو مع بلقيس وهعمل دوتوات ثانيه ان شاء الله الفتره الجايه كتير قوي. كل الناس تشتغل زي حفله اصاله وانغام كده ما بيشتغلوا مع بعض، نبقى الروح دي كلنا عشان نشتغل ونبقى زي بره، زي الناس اللي توصل بره وبتكبر بره بيكبروا كده، بيشتغلوا مع بعض بيحبوا بعض بيبقى في نتيجه. النتيجه بصوا الناس قد ايه والاعلام قد ايه والصحافه قد ايه، كل الناس موجوده، كل الناس حابه الموضوع على فكره. وانا النهارده معزوم زي الجمهور، فربنا يوفق اصاله، ربنا يوفق انغام، روحهم حلوه واجمد مطربات في الوطن العربي، بنتمنى ان جيلي كمان يبقى زيهم كده بالظبط. اما الشاعر الكبير جمال بخيت فاعتبر ان الحفله دي بتضم لقاء العمالقه بين اكتر فنانات ليهم شعبيه في الوقت الحالي في كل الدول العربيه. اللقاء العملاقتين يعني انغام واصاله يعني قمتين على مستوى الوطن العربي، قمتين جميلتين، الجمال الحقيقي والجمال الإنساني والجمال الإبداعي على كافة المستويات. الحقيقة أنا النهاردة جاي متشوق أن أنا أخذ جرعة تكفيني سنوات للأمام إن شاء الله. الحفلة شارك فيها عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين، وكان منهم الكاتب الصحفي مجدي الجلاد. يا ترى هيقول لنا إيه عن أنغام وأصالة؟ أقول أن لما تجتمع أصالة وأنغام لازم كلنا نكون موجودين، وانا كنت حريص جدا ان اكون موجود النهارده لاني بحبهم الاثنين جدا، بعشقهم، واول مره على وان ستيج مع بعض. واعتقد ان العنوان الصحفي المناسب لقاء السحاب، لقاء السحاب النهارده بين اصاله وانغام، بعتقد ان دي افضل فكره اتعملت الفتره الاخيره. والاثنين طبعا صوتين كبار جدا وفنانتين كبار جدا، وبعتقد النهارده الليله هتبقى جميله جدا، خصوصا ان الاثنين عندهم مشاعر واحاسيس رائعه قوي، والاثنين متالقتين الفتره اللي فاتت. فاتمنى ان شاء الله ان احنا نستمتع، وانا لغيت كل ارتباطاتي عشان اكون موجود النهارده. ومن بين الاعلاميات كمان اللي حضروا الحفله الاعلاميه سهير جوده والاعلامي خالد عليش، قابلناهم وكلمونا عن رايهم في لقاء انغام واصاله مع بعض في حفله واحده. هو لقاء ابداعي متميز، لان اصاله بكل مساحات الاحساس وبكل مساحات القوه وبكل مساحات التفرد اللي عندها، وانغام بكل مساحات الشجن والرومانسيه والاحاسيس الحلوه، هما الاثنين اكيد هيعملوا مفاجاه كبيره جدا، ودي حاجه حلوه جدا جدا انهم الاثنين يبقوا مع بعض. عشان كده اعتقد ان الناس كلها متشوقه تشوف الاثنين مع بعض، اكيد هيعملوا ابداع مختلف واستثنائي ورائع. يعني لو اغنيه واحده من اصاله فممكن اسمع منازل، بحبها جدا، فيها بيت كده منازل منازل منازل. وفي اغنيه تكتب لك تعهد انغام، بس انا منتظر بقى الاغاني اللي هيغنوها مع بعض. ودلوقتي هنسيبكم مع باقي لقاءات عرب بود مع النجوم الفنانين اللي حضروا الحفله. لقاء العمالقه لا هم طبعا قطبين حلوين قوي طبعا، واصوات جميله، و وأنغام حبيبتي وأصالة صاحبتي وحبيبتي، يعني هما الاثنين أصواتهم جميلة وأنا مترقب ومتشوق جدا أسمعهم. يعني لقاء الطرب والأصالة، يعني لما تجتمع أصالة وأنغام يبقى ده لقاء السحاب، وأنا داخل أستمتع بيه، يبقى حفلة عظيمة. بعد شوية هنشوف مع بعض تكريم الفنان سامح السريتي من قصر ثقافة السينما. كرم قصر ثقافة السينما الفنان القدير سامح السريتي عن مجمل أعماله الفنية اللي قدمها خلال مشواره الفني، سواء كان في أعمال سينمائية أو مسلسلات درامية. كاميرا عرب وود شاركت الفنان سامح السريتي خلال تكريمه. في البداية قابلنا مدير عام قصر ثقافة السينما نادر نصحي، يا ترى هيقول لنا إيه عن التكريمات اللي بيعملها قصر السينما؟ هنعرف حالا. دور القصر في الاثنين، اولا بتكرم الفنانين اللي لهم باع في الثقافه، ادي حاجه، وبعدين الندوه علشان يعني نشوف ايه امكانيه دور الثقافه في تطوير الشعوب وفي العقول ودورها في تنميه المستقبل والوعي وانتشار الوعي الثقافي
لصالح ونسخر كله ده لخدمة بلدنا. أما الفنان سامح الصديقي فكان سعيد جدا بالتكريم وبتقدير كمان صناع السينما ليه والأعمال اللي قدمها للشاشات المصرية والعربية. تعالوا نشوف قال لنا ايه عن تكريمه وايه كمان هي اهم اعماله اللي فخور بيها. التكريم ده هو الشكر، وبيقولوا لا شكر على واجب. يعني ما اعتقدش ان اي تكريم اي فنان هو انه يلاقي جمهوره دايما بيتلقى اعماله، لكن ان هذا التقليد اللي بيقوم بأسر السينما انه يقوم بتكريم كل من يثري الحياة الثقافية والفنية، فهو بيكرم اثراء الثقافة والفن. أنا بقى بشكره أنه اعتبرني منهم وأنه حطيني في مصاف من أثروا الحياة الفنية والثقافية، وأتمنى أن نكون على هذا المستوى. حلة عشق وقلنا يا نيانتي، وكان في انتقام، وكان في مطلوب رجال، وكان في الشيخ العرب همام، وكان في تربى في عزه، وكان في أميرة في عبدين، وكان في قضية صفية، وكان في أزمة سكر، وكان في يعني مجموعة من الأعمال كتير. أنا لو قعدت يعني أسرت حلاقي إن أنا بعتز بالأعمال، بأعمال كتير. ومن بين الفنانين اللي شاركوا في تكريم سامح السريتي كان الفنان الكبير طارق الدسوقي. يا ترى هيقول لنا إيه عن تكريم زميل عمره سامح السريتي؟ هنعرف دلوقتي. سامح صديق وأخ وزميل عزيز جدا وعشرة عمر، وبعدين خريج تجارة عين شمس زي برضو، بس هو طبعا دفعة قبل، يعني قبل بكتير. فطبعا أنا سعيد جدا بأن النهاردة لازم كان لازم أجي طبعا. ويعني سامح فنان قدير ومحترم وهايل، قدم العديد من الأعمال الجيدة والناجحة سواء في التلفزيون أو في المسرح أو في السينما. لقاءاتنا دايما مستمرة سواء قدام الشاشة أو برا الشاشة، في تواصل مستمر دايما بيننا. دوره أيضا النقابي دور لا يغفل، ويبذل جهد كبير جدا لخدمة النقابة وخدمة زمايله. ودلوقتي هنسيبكم مع باقي لقاءات عرب بوت في حفل التكريم. تعالوا نشوف مين كمان كان حضر الحفل. سامح السريتي بيمثل حالة من النضج الفني والعمق، وفي تراكم معرفي عنده عبر خبرات من سنوات طويلة، والكاميرا فتانة والميكروفون فتان، والسينما يعني هي فتانة الفتانين. فعلمونا ان دايما الاعلام والشاشة بتفضح ما وراء السطور، يعني بيبان ثقافة الممثل وثقافة الفنان وثقافة السياسي. تكريم الفنان الكبير سامح السريتي جزء من كل مستقبل الثقافة في مصر. نحن نقول أن أعمدة الثقافة وكشافات الثقافة تعتمد على القوى الناعمة المصرية، والفن المصري مهم جدا في إضاءة المستقبل وفي إضاءة الطرق التي يجب أن نسلكها للحصول على أفضل مستقبل لهذه الأمة ولهذا الوطن. وبكده خلاص حياتنا النهارده خلصت معاكم بسرعه جدا، واللي شفنا فيها اهم الاخبار الفنيه والحصريه. ميرسي ايه. شكرا ليك يا فاروق، وشكرا لكل المشاهدين اللي تواصلوا معانا النهارده. ما تنسوش قبل الوقت ده بساعه بكره تستنونا وحلقه جديده. بس قبل ما نسيبكم نفكركم بالسوشيال ميديا، انستغرام فيسبوك وتويتر، ومن هنا لحد ما نشوفكم نقول لكم سلام.